قوزة على الطريقة الشرقية. منحمي ملعقة زيت نباتي بالطنجرة، منقلب فيها 150 جرام لحمة مفرومة مجلدة محضرة مسبقاً مع نص كوب بازيلا مجلدة. منحمص ملعقتين فستق حلبي بمقلاية على جنب، ومنزيد كوب من الرز على اللحمة والبازيلا ومنخلطهم مع بعض. منضيف القرفة، البهار الأسود والملح بكمية معتدلة ومنتابع التحريك. منزيد كبيتين مي ومننتظر حتى تغلي. منخفف النار ومنتركهم مدة 20 دقيقة. مناخد العجينة نطويها بالنص وكمان مرة بالنص، ومنقص أطرافها بشكل دائري حسب الحاجة. نوضع وسط العجينة بكاسة، ومنوضع الحشوة الباردة بالعجينة بالكاسة، ومنطويها بطريقة مرتبة، ومنرشها بزيت بخاخ على الوجه. منقلبها ومنحطها بالصينية. مندخل الصينية على الفرن لمدة 15-20 دقيقة، وبعدين منزينها بالصنوبر والفستق، ومنقدمهم مع كاسة لبن. وألف صحة. ساندويش الكراب مع سلطة الملفوف بالتفاح. لتحضير ساندويش الكراب، نوضع 100 جرام من الكراب بوعاء، نفركن إذا كانوا أصابع كاملة لحتى يصيروا شرائح رفيعة. منزيد الخيار المقطع، منبرش الجزر فوق الكراب والخيار. لتحضير صلصة الساندويتش، منخلط ملعقة مايونيز قليل الدسم مع ملعقة عصير حامض صغيرة مع رشة ملح. منزيد الصلصة على الكراب مع ملعقة كاب وملعقة سمسم، ومنخلطهم كتير منيح. منحط خسة داخل خبز الباجيت الأسمر، وبعدين منزيد خلطة الكراب. لتحضير سلطة الملفوف مع التفاح، نوضع بوعاء كبير نص ملفوفة خضراء مقطعة كتير كتير صغير، مع ربع ملفوفة حمراء كمان مقطعة صغير. منزيد القليل من عصير الحامض على التفاح المقطع حتى ما يسود. منقطع 6 حبات تمر بدون البذرة لقطع كتير صغيرة، ومنضيفهم على الملفوف مع التفاح وشوية صنوبر. لتحضير الصلصة، نخلط 4 ملاعق خل تفاح مع ملعقة عسل و3 ملاعق زيت زيتون بواسطة الخلاط اليدوي. منصب الصلصة على سلطة الملفوف وبنخلطهم كتير منيح. منقدم السلطة حد ساندويش الكراب. وألف صحة. الكراب المحشو بسبانخ. لتحضير الكراب المحشو بسبانخ، نفقص بيضتين ونخفقهم بالخلاط الكهربائي مع ملعقة فانيلا وشوية سكر. منزيد كوبين حليب خالي من الدسم وكوب ونص طحين، وبنخلطهم كتير منيح. لتحضير حشوة السبانخ، نغلي 4 أكواب من الحليب الخالي من الدسم مع البهار الأبيض وجوز الطيب. مندوب 6 ملاعق نشا مع شوية مي باردة، ومنزيدهم على الحليب، منحركهم حتى يجمدوا. نقلي البصل مع ملعقة زيت، ومنزيد 400 جرام من السبانغ المفرومة المجلدة مع رشة ملح وبهار أبيض. منزيد كف كيران من الصلصة البيضة ومنحركهم سوا. بمقلاية غير لاصقة منوضع معيار كفكير من خلطة الكراب، ومنقلبها لتستوي من الجهتين. منمرغ الصينية بقليل من الصلصة البيضة. منحشي الكراب بملعقتين من حشوة السبانخ، منلفها ومنحطها بالصينية. منضيف باقي الصلصة البيضة على الوجه، ومنرشها بجبنة صفرة مبروشة. مندخل الصينية على الفرن مدة 10 دقايق حتى تصبح جاهزة. وصحتين. الفلفل المحشو باللحم. لتحضير الفلفل المحشو باللحم مع الأرز، منحط شعيرية مع ملعقة زيت نباتي على النار. لما بتبدأ تشقر، منزيد كوب رز ومنقلبهم، ومنضيف كوبين من الماء المغلي مع الملح.
منخفف النار ومنتركهم مدة 15-20 دقيقة. لتحضير الفلفل المحشو باللحم منقص رأس 4 حبات فلفل ومننظفهم من البزر. للحشوة منقلب بصلتين مفرومين مع ملعقة زيت على النار. منزيد 400 جرام من اللحم المفرومة المجلدة والمحضرة مسبقاً. منضيف لها القليل من الملح، القرفة والبهار الحلو. منقلبهم سوا ومنزيد صنوبر المحمص. نحشي حبات الفلفل باللحمة ومنضعهم بصينية. منحط 200 جرام من الطماطم المعلبة فوق الفلفل. نخلط الثوم المدقوق مع باقي الطماطم ومنزيدهم فوق الصينية الفلفل. منغطي الصينية بورق ألومنيوم ومندخلهم على الفرن مدة 30 دقيقة. بيتقدم الفلفل المحشو مع الرز بالشعيرية وألف صحتين.